تخيل المعالج الموجود في موبايلك ده موجود في اللابتوب بتاعك. اظن دي حاجه مجنونه. اسمح لي عزيزي المشاهد اقدم لك اول لابتوب انا جربته في حياتي دلوقتي، جاي بمعالج من شركه كوالكوم سناب دراجون عادي زي اغلب الموبايلات اللي بنجربها هنا في الفيديوهات. فكره مجنونه وفيها مميزات بنت لذين عايز اقول لك عليها فيديو النهارده. والاجمد بقى كمان ان الفيديو اللي بتتفرج عليه دلوقتي حالا ده كله كده من اوله لاخره متجهز على اللابتوب هنا، من اول ما بدات اجهز السكريبت لحد ما صورته وبدات انقل الفايلات، بدات امنتج واعدل الوان الفيديو، هنزل الفيديو من اللابتوب ده حرفيا فاهم. فكل الحاجات دي انا مريت بيها مع اللابتوب هنا. خليني اقول لك على كل مميزات اللابتوب ده اللي خلتني اعمل التجربه دي اصلا، وبرده هقول لك على العيوب بتاعت اللابتوب وسعر اللابتوب كده كده. المهم ملكك الجميل وسبسكرايبك الاجمل، عايزين نوصل مليون في اسرع وقت ممكن. ومن غير كلام كتير خلينا نبدا مع اول ميزه في اللابتوب ده. هو تصميمه وشكله وخفه وزنه بنت اللذينه دي. يعني انا عايز اقول لك ان اللابتوب ده 15.6 انش، شاشه اللابتوب كبيره جدا زي ما انت شايف قدامك، هيتعرض لك محتوى كبير جدا. عايز اقول لك هو اكبر من الماك بوك بتاعي القديم اللي كان معايا ده 14 انش، ده 15.6 انش، فرق شاشه كبير فعلا بين الاثنين، قوى اكتر بقى وهكذا واسهل في المونتاج. اللابتوب كله جسمه من المعدن، اسمع كده يا معلم. والفينش بقى النظيف بتاع اسوس بقى فاهم انت، لو ما فيهوش غلطه. ده لابتوب كله من المعدن باللون السيلفر الشيك قوي ده، سمبل جدا كده. بص حتى ظهر اللابتوب شوف عامل ازاي، في السمبل منه انت فاهم. وعلى الرغم ان هو اكبر من اللابتوب بتاعي القديم فهو كمان اخف منه في الوزن. اللابتوب ده وزنه 1.4 كيلو جرام بس، اقل من كيلو ونص حضرتك فاهم، فاللي هو يعني ولا اي حاجه خالص حرفيا، كانك مش شايل حاجه. ده غير ان سمك اللابتوب هنا رفيع جدا كمان، يعني عايز اقول لك الكاميرا مش عارفه تفوكس عليه حتى من كتر ما هو رفيع، يعني 14.7 ملي بس. فهو واحد من اكتر اللابتوبات اللي ممكن فعلا تحطها في اي شنطه وتنزل بيها على طول فاهم، ولا تشيل هم انه تقيل مثلا او اي حاجه. بص بقى على الديزاين كده وهو مكتوب عليه اسوس فيفو بوك، بجد شكله جامد قوي يا جدعان، شكله سيمبل جدا مفيهوش بقى حوارات وافتكاسات كتير. المهم خليني اقول لك على تاني اكتر ميزه عجباني في اللابتوب ده واللي خلتني اعرف انزل بيه واتحرك بيه كتير جدا، الا وهي البطاريه. بطاريه اللابتوب ده ممكن تقعد معاك اكتر من 16 ساعه، انا عايز اقول لك الرقم الرسمي 18 ساعه استخدام، بس انا بقول لك يعني ايه في اللذيذ منه 15 16 ساعه، فاللي هو هيقعد معاك يوم كامل مستريح. طبعا على حسب الاستخدام، يعني حته البطاريه ديت بتختلف من شخص للتاني، بس انا بقول لك في استخدامك المتوسط منه اللابتوب ده هيطول معاك مثلا ل 15 16 ساعه. ده رقم مرعب، يعني لو انت فعلا هتنزل بيه مش محتاج ولا تاخد شاحن بتاعه ولا حتى تشحنه باي شاحن تاني. واي شاحن تاني ليه؟ لان اللابتوب ده حرفيا انت ممكن تشحنه باي كابل تايب سي عندك، اللي هو كابل شحن الموبايل عادي جدا توصله براس الشاحن وتشحنه، مش محتاج تاخد الشاحن بتاعه اصلا معاك وانت خارج، واللي هو بالمناسبه شاحن صغير جدا. خليني اجيبه لك دلوقتي بس عشان كنتش جايبه معايا، ما اصل طبيعي ما بستخدموش، يعني حضرتك انا شحنته مره واحده وخلاص ما بشحنوش تاني. ده يا جماعه شاحن اللابتوب بس كده خلاص، اللي هو اصغر من كف ايدي ده خلاص بقى، انسى الشواحن الكبيره بتاعت زمان دي مبقاش موجوده دلوقتي خلاص. هو اصلا مخرجه هنا تايب سي كمان، وحته ان البطاريه هنا بتطول هقول لك ليه برده سبب تاني ليها، بس كمان شويه في الفيديو اتقال معايا هتتبسط جدا منه، حاجه هتجننك يعني. وعلى سيره الشاحن، فانا عايز اقول لك ان اللابتوب ده بيدعم شحن سريع، وشحن سريع جدا مش شحن سريع عادي. اللابتوب بيتشحن 60% من بطاريته في 49 دقيقه بس، 60% في 49 دقيقه، اكتر من نص البطاريه اصلا، واللي هي بالمناسبه 60% دول يكفوك فعلا خروجه كامله يعني عادي باللابتوب ده. فبجد شايل من دماغي خالص حته البطاريه وسرعه الشحن دي، الدنيا في اللذيذ معاه. الميزه اللي بعد كده بقى هي الوان شاشه اللابتوب. لو خدت بالك كده بص هتلاقي اللابتوب شويه وهيقوم طافي الشاشه، لان هنا في سنسورات وحاجات بقى بالذكاء الاصطناعي فاهم انت، اول ما تبعد وشك بس عن اللابتوب بيبدا يعمل ديمنج كده زي ما انت شايف، بيطفي الشاشه بتاعته ويوفر في البطاريه. واحده من اكتر مميزات اللابتوب ده اصلا اللي عجباني هي الشاشه بتاعته. حجم الشاشه هنا الكبير زي ما قلت لك 15.6 انش، ومش بس كده استغلال مساحه الشاشه هنا بجد مرعب. تخيل ان 89% من الشاشه دي هي شاشه ما فيهاش بقى حواف ومش عارف ايه فاهم، باقل حواف ممكنه فعلا. جبت لك يا عم وول بيبر ثانيه عشان برده تبص كده على الشاشه زي ما انت شايف قدامك، حرفيا انت ماسك شاشه فاهم، حواف صغيره جدا زي ما انت شايف كده. بجد شاشه ممتازه جدا للشغل، خصوصا ان الامكانيات بتاعتها نفسها مرعبه. الشاشه هنا اوليد جايب ريزولوشن 3K وبريفريش ريت 120 هرتز، اعلى من الماك بوك اير اللي هتجيبه عادي فاهم. كمان الشاشه هنا 100% دي سي اي بي 3 وبتدعم الاتش دي ار، فالشاشه ممتازه كالوان، والشاشه هنا دقيقه جدا فعلا لو انت بتعدل بقى عليها الوان الفيديو كده. الوان الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي عالم ده اصلا بتعدلها على اللابتوب هنا عادي. ومش بس كده، بما اني دكتور طبعا حضرتك عارف، مش عارف تعرف ولا لا، بس انا دكتور علاج طبيعي فاهم، ولسه متخرج بقى وتقدير عام مش عايز اقول لك عليه دلوقتي، ولا كانك على الانستجرام. المهم يعني لازم تبقى حريص على عينك عزيزي المشاهد، ما ينفعش كده اللي هو اي شاشه تستخدمها وخلاص. شاشه اللابتوب هنا هي اكتر شاشه امان على عينك، الشاشه هنا واخده شهادات او سيرتيفيكت، سواء لو انت راجل في امان في الانجليزي يعني، الشهادات دي لامان عينك. الشاشه هنا بتعرض لك ضوء ازرق قليل جدا عن اي شاشه ثانيه بنسبه 70%، وفي نفس الوقت الشاشه هنا تعتبر فليكر فري، فحرفيا هي واحده من اكتر الشاشات المريحه لعينك، اللي هو استخدم الشاشه طول اليوم ولا يهمك يا صاحبي، عينك زي الفل ان شاء الله محفوظه. الميزه اللي بعد كده هي صوت سماعات اللابتوب ده. عايز اقول لك ان اللابتوب ده جاي بسماعات من هارمان كاردن وبتدعم الدولبي اتموس، وهو يبان عليه سيمبل كده وبسكوتايه فاهم، بس في الحقيقه هو صوته متوحش، صوته فضيحه يعني. انا هشغل لك حاجه دلوقتي وتسمع معايا يعني عشان ايه، تحكم معايا عزيزي المشاهد عادي. انت سامع اللي انا سامعه؟
كلين على راسهم كل البوريك بتطير هوا ستكنيك نومش مشغل سماعات مش مشغل لابتوب عادي اقسم بالله مش طبيعي يعني اللي بيحصل ده. هو صوته عالي جدا صوته حلو جدا عامه صوت متجسم كده وواضح وبتاع ومش بس كده انت عندك هنا كمان حاجه اسمها اوديو بوستر ده موجود على ابلكيشن ماي ايسوس هنا تقدر ان انت تعمل بوست للصوت بتاع السماعات ده اكتر كمان ما هو عالي فاهم بس انا ما استخدمتوش صراحه مش عايز استخدمه اللي هو يعني مش مستاهله فاهم هو صوته اصلا عالي لوحده فاهم هو يبان بسكوتايه بس هو من جواه الصراحه حوار يعني. اكتر ميزه عجباني في اللابتوب ده واللي بينفرد بيها حرفيا عن اللابتوبات التانيه كتير هو انه جاي بمعالج زي المعالجات الموجوده في الموبايلات عارفين معالجات كوالكوم سناب دراجون اللي احنا بنقعد نقول عليها كتير في فيديوهات الموبايلات وكده هو اللابتوب ده جاي فيه معالج من كوالكوم معالج سناب دراجون اسمه سناب دراجون اكس اليت تيجي تقول لي طبعا يا حكيم طب طبعا ايه في دماغك سؤال مهم جدا دلوقتي انا عارفه تخيله جدا عامه انا سالته عامه لنفسي برده ايه فايده وجود معالج موبايل في اللابتوب هل دي حاجه اصلا هتديك اداء اقل مثلا هو معالج صغير بقى بتاع موبايلات وبتاع اقول لك عايزين مشاهد انت متسرع واهوج افهمك كل حاجه دلوقتي بص يا سيدي المعالج هنا مبني على معماريه ارم 64 معالج اصغر من اغلب المعالجات الموجوده في اي لابتوب معالج موفر جدا في الطاقه في نفس ذات الوقت بيديك اعلى اداء ممكن بالحجم بتاعه ده استهلاك البطاريه الصغير جدا ده فهو جايب لك الحلو من هنا على الحلو من هنا لو هو جايبين لك اداء عالي جدا في اللابتوب هنا مع اقل استهلاك للبطاريه عشان كده بقول لك بطاريه اللابتوب ده فعلا متوحشه كمل معاك اليوم كله وعامه عايز اقول لك ان اللابتوب ده هو مش موجه للجيمنج بس والله عايز تلعب هتلعب عادي جدا على اللابتوب ده في اخر اليوم كده وانت فاهم انت بعد بقى يوم شغل طويل وبتاع عايز بقى تلعب شويه ده عادي جدا هتلعب هنا الدنيا تمام مش هتحس انك بتلعب على لابتوب اداؤه ضعيف ولا حاجه طب اخبار المونتاج ايه يا عم حكيم اقول لك والله عشان دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي اغلب الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي حالا ده متمنتج على لابتوب هنا عادي لو انت عندك 3 كاميرات بيصوروا 4K 30 فريم دلوقتي فاهم دخلناهم كلهم فوق بعض كده وعملنا مالتي كام ومش عارف ايه واشتغلنا عادي على الفيديو على اللابتوب ده هو مش موجه للجيمنج ولا المونتاج بس هيأدي معاك عادي جدا لو انت محتاجه فاهم ومعاك هنا كمان النسخه البيزك من اللابتوب ده موجود فيها 32 جيجا رامات البي دي دي ار 5 اكس و1 تيرا بايت اس اس دي هو صاروخ فاهم ده اصلا 32 جيجا رامات دي اللي هو البيزك خالص النسخه البيز يعني اللي هي اول نسخه من اللابتوب ده فاهم مش بقى بيبدا من 16 ومش عارف ايه و8 والحاجات دي مفيش الكلام ده ابل مثلا لابتوباتها في عندك 16 وحاجات 8 وحاجات كده فاهم فهنا يا باشا اول فئه من اللابتوب ده 32 جيجا رامات ده بسم الله كده وعلى ذكر مميزات المعالج الموجود هنا ده عايز اقول لك ان هو ما بيسخنش خالص يعني دي ميزه جامده جدا اصلا للمعالج الموجود معانا هنا ان هو ما بيسخنش زي المعالجات الطبيعيه اللي في اي لابتوب يعني اللابتوب ده مش هتلاقيه دفايه في الصيف مثلا زي لابتوبات اتش بي ولا حاجه مفيش الكلام ده يا صاحبي المعالج نادرا لما بيسخن انا عايز اقول لك انا من ساعه ما استخدمت اللابتوب ده ما سخنش معايا غير في حاله واحده مثلا بس وانا مثلا بعمل اكسبورت الفيديو 4K فاهم اللي هو مش سخن قوي يعني بيطلع حراره ومش عارف لا الدنيا في اللذيذ منه عادي وعلى الرغم ان هم عارفين ان اللابتوب ده ما بيسخنش بسهوله الا انهم اهتموا بتبريد اللابتوب هنا عندك مروحتين عندك 2 هيت بايبس اللي هو اللابتوب جاهز يبرد نفسه حتى لو سخن فاهم والجامد في الحوار ده ان المروح مش على طول شغاله يعني اللابتوب ده ملوش صوت انا عايز اقول لك عايز المشاهد انا لو سكت انت مش هتسمع صوت غير صوت التكييف اللي شغال مفيش صوت لللابتوب هنا صامت مفيش صوت اللي انا سامعه ده سامعه من التكييف عامه ودي حاجه جامده جدا الصراحه تشتغل بره مش عارف ايه بقى مش لازم صوت التربوهات ده اللي مفيش الكلام ده هنا لابتوب عادي خالص شكله نضيف وشيك ومش هيفضحك بره وعلى فكره حوار ان صوته سايلنت ده ما تسمعش صوت المروح اغلب الوقت دي لوحدها اصلا ميزه جامده جدا لو انت قاعد في ميتنج ولا حاجه فمش لازم تتفضح بتبريد اللابتوب بتاعك يعني. الميزه اللي بعد كده بقى هي مميزات الاي اي الموجوده هنا عايز اقول لك ان اللابتوب ده مسمينه كو بايلوت بلس بي سي اللي هو لابتوب ذكاء اصطناعي شكرا نقطه بعد كده في عندك هنا 45 ام بي يو توبس وده هيترجم معاك لذكاء اصطناعي اسرع بكتير جدا من اي لابتوب تاني اي ابلكيشن بيستخدم فيه الاي اي هتلاقي اللابتوب ده مقارنه باي لابتوب تاني اسرع منهم في النتائج اللي هتطلع لك فاهم مش بس كده كمان انت عندك هنا زرار مخصوص لكو بايلوت في الكيبورد هو الزرار ده هتدوس على زرار الكو بايلوت هنا هيفتح لك الابلكيشن نفسه هو بيبقى انتجريتد دلوقتي في السوفت وير تقدر تساله حرفيا على اي حاجه انت عايزها حرفيا يعني اللي هو ممكن اقول له مثلا تتوقع مين هيكسب يورو 2024 مثلا بما ان التوتال يورو خلاص النهائي هيتلعب كمان يومين فتعالوا نشوف كده فبيقول لي في نهائي كاس الامم الاوروبيه 2024 هيلتقي انجلترا مع اسبانيا هو ابديتد عارف اللي حصل فعلا وان دلوقتي النهائي فعلا هيكون ما بين انجلترا واسبانيا بس هو طلع دبلوماسي قال لك نتوقع للفريقين حظا موفقا شكرا على جدا هو رد دبلوماسي جدا بس تمام الميزه اللي بعد كده هي كو كرييتور هتفتح ابلكيشن البينت بتاع زمان ده بقى انتوا عارفينه طبعا بس عندك اوبشن هنا جديد بقى اسمه كو كرييتور الاوبشن ده لما تشغله هتلاقي عندك الشاشه دي ظاهره هنا كده هتكتب اللي انت عايزه يعني هيعمل لك صوره معينه من الكلام اللي انت كاتبه يعني مثلا ممكن اقول له تاور ميد فروم جولد مثلا عايز برج مبني ذهب طبعا هو ايه يعمل حاجه بص بقى عمل لك ايه برج تمام معمول من الذهب ممكن ان انا ابدا ارسم هنا حاجه كروكي كده وهو يحاول يعملها لي هنا يعني مثلا ممكن مثلا ارسم له البرج ده بالشكل ده كده هو بيبدا بص يعدل حاجات الى حد ما شبه اللي انا بعمله هنا فاهم في حاجه جامده جدا انت ممكن تاخد الصوره دي ممكن تاخدها كده وتحطها هنا كده عندك وبعدين تعدل عليها فهو يبدا يعدل عليها هناك يعني انا هبدا ارسم رسم كروكي عليها برده كده بص بدا يفهم ان في ميه الى حد ما فبدا يعمل لك هنا كده ايه شويه ميه قوم مثلا عاملين كده فبدا يزود كميه الميه اكتر شويه احنا نفضل شويه كده معاه لحد ما يفهمني يعني كده مثلا بس عامه عمل لك رسمه من لا شيء فاهم انت حرفيا كتبت له شويه كلام وبدات ان انت تعمل شويه حاجات هو بدا يفهمك عامه دي الصوره النهائيه والله
والله انا شايفها صوره حلوه عامه وابتكرنا حاجه جديده مثلا نفع وول بيبر ولا حاجه شكلها جامد جدا. بعدين عندك سلايدر هنا للكرياتيفيتي، لو انا عايزك بص كرياتيف جدا هو على 70% انا اخليه 100 بقى او اخليه 95، هو اعلى حاجه 95 عمل لك بالظبط اللي انت عايزه. كلب ادي المحيط او البحر اهو وهو على الشط عادي جدا. ممكن تاخد الصوره دي طبعا زي ما قلت لك تحطها هنا، ممكن تاخدها هي نفسها تاخدها الصوره دي كوبي مثلا تحطها في اي حته انت عايزها تستخدمها بعدين، بس سيب ده شكل الكلب اللي طلعه لي اهو على البحر. شكرا على كده. الميزه اللي بعد كده بقى الافتكاسات الموجوده في الكاميرا هنا بجد قويه جدا. يعني مثلا لو فتحنا ابلكيشن الكاميرا عندك هنا اوبشنز جامده جدا. اول اوبشن جامد هنا عندك البورتريت لايت، ده بتشغله يبدا يحسن الوان الفيديو. يعني هو لو شايفها مزرقه شويه حاول يصفرها شويه، مخضره شويه حاول يخليها ماجنتا الى حد ما، فاهم؟ يبدا يتحكم في الحوارات دي. وعندك اوبشن هنا عندك كمان الباك جراوند افكتس، ممكن تعمل هنا بقى بلير وراك كده بص زي ما انت شايف كده، وبلير جامد جدا على فكره ودقيق قوي. يعني بص كده انا بقرب ايدي ازاي، بص عارف يحدد اطراف صوابعي كلها وبتاع، فجامد جدا البلير ده عشان ما يبقاش باين ايه اللي وراك وهكذا. انا ورايا الدولاب ومش عارف ايه، فلو مش عايز الناس تشوفه انت في مكالمه مهمه فباشا تتكلم بالطريقه دي عادي جدا الدنيا تمام. وعندك كرييتيف فلترز بقى، حاجات بقى كرييتيف بقى ممكن ايه استخدمها، ووتر كولر انيميتد ممكن يخليك الى حد ما انيميشن بيتكلم، فاهم؟ بص عامل ازاي، شايف يا صاحبي ملامحي بقت عامله ازاي، اتفضل بقيت كرتون الى حد ما تمام شكرا جدا. فبرضه ده ممكن يكون اوبشن لذيذ تتكلم بيه مع اصحابك وكده. الاوبشن بعد كده هو الاوتوماتيك سوبر ريزوليوشن، وده اوبشن بيعلي لك الفريمات والريزوليوشن الالعاب اللي بتلعب عليها، وهو حاليا بيشتغل على بعض الالعاب ولكن بعد كده هيشتغل في الغالب على كل الالعاب. اهم ميزه بقى بستخدمها وانا بشتغل على الفيديوهات وهكذا هي الستوري كيو. هنجيب الميموري كارد زي ما قلت لك المايكرو ده وهندخله على طول في اللابتوب مباشره، لان انت عندك هنا اصلا مدخل مايكرو اس دي كارد، دخله في اللابتوب كده بس خلاص تركب في اللابتوب. ده الفولدر اللي طالع من الكاميرا. هندخل بقى على ستوري كيوب هنا وهقول له امبورت فروم اكسترنال ديفايس، يلاقي عندك الدي هنا موجوده اهو. بص كده جاب لك كل الفيديوهات المتصوره على الكاميرا دي من زمان بقى قوي، في حاجات كتيره جدا موجوده هنا، في حاجات بجد جامده هنا جولد على البتاع ده. المهم خلينا نشوف كده ايه هيفنطهم لك ازاي. لما تعمل امبورت لاي فيديو هنا عندك على اللابتوب هتلاقي عندك كذا تقسيمه ممكن يقسم لك بيها الفيديوز، ودي حاجه كرييتيف جدا الصراحه. يعني مثلا عندك تقسيمه في هيئه جريد هيجيب لك حاجات عادي جدا موجوده هنا كده زي ابلكيشن الصور اللي على الايفون مثلا. ممكن تقول له تايم لاين، ودي حاجه صايعه جدا مقسمينها لك تايم لاين، بمعنى يعني انا مثلا في فيديو صورتها منهم في شهر يناير السنه دي من زمان جدا، هلاقيه هنا كاتب لي فعلا في فيديوهين متصورين 25 يناير، مقسمها لك بالتواريخ والساعات وممكن كمان بالثواني، يرتب لك حتى الفيديوز اللي صورتها النهارده بالترتيب كده، فاهم؟ ومثلا انا الفيديو زي ده انا مصوره فعلا يوم 13/5، فهتلاقيه برده موجود هنا كده عند التاريخ بتاعه. لا وكمان ممكن يقسمهم لك على الماب، يعني مثلا يقول لك انت الفيديو ده صورته في دوله كذا ويحطه لك على الماب كده، او الفيديو ده صورته في دوله كذا فيحطه لك على الماب برده، فاهم؟ فتقسيمه زي دي تبقى جامده جدا برده. طبعا عايزين مشاهد لو وصلت للثانيه دي بالفيديو فانت بجد رجوله واخويا، اقسم بالله انا بقول لك انت طالما وصلت للثانيه دي بالفيديو فانت مكمل الفيديو للاخر، فانت راجل رجوله تمام. وعشان اعرفك واحد واحد انزل دلوقتي حالا في الكومنتات قول لي انت اخويا حكيم، اي حد يكتب الكومنت ده هعرف ان هو وصل للثانيه دي بالفيديو وهدخل اعمل له لاف وريبلاي وحاجات كتير كده عشان اخويا اقسم بالله. ولايكك بقى وسبسكرايبك الجميل، عايزين نوصل 1,000,000 في اسرع وقت ممكن عشان في جيف اويز درعامه جايه. وبس خلينا نكمل بقى الفيديو. الميزه اللي بعد كده والمهمه جدا لاي صانع محتوى اي حد اليومين دول اصلا هي البورتس او المداخل بتاعت اللابتوب. طبعا بما ان ده لابتوب يعتبر سليم جدا فتخاف جدا انه ما يكونش فيه مخارج كتيره زي مثلا اي لابتوب من ابل، هم حرفين اتنين تايب سي وميموري كارد وشكرا على كده، فخلاص بقى يعني اوديو جاك يا عم ساعات بنحطه لك وبتاع. لا يا باشا انت هنا عندك كل حاجه. في الجنب ده هتلاقي عندك اتنين يو اس بي اي 3.2، والناحيه الثانيه عندك واحد اتش دي ام اي 2.1 واتنين يو اس بي سي 4، طبعا صاروخ في نقل البيانات، وفي نفس الوقت تقدر تركب شاشه خارجيه هنا منهم. عندك مدخل مايكرو اس دي كارد وواحد اوديو جاك. وحته المايكرو اس دي كارد دي عارف انت اللي هي يعني ميزه وعيب في نفس الوقت، اللي هو قشطه انت لو كاميراتك بتشتغل بالمايكرو اس دي كارد فانت عندك هنا مدخل مايكرو، ودي حاجه على فكره ما بتشوفهاش في اللابتوبات كتيره، بس لو الميموري كارد بتاعك كبير بقى فقالت لك ريدر خارجيه عادي وصلها بالتايب سي زي الفل عادي، كلنا ماشيين بريدر الخارجيه دي مش مشكله. بس عامه دي جي اي اوزمو اللي معايا دي اللي انا بصور بيها دي هنا دلوقتي هي تشتغل مايكرو اس دي كارد، فبقوم مدخله هنا كده على طول يقوم فاتح لك على طول. الدنيا سهله طبعا، حاجه زي كده هتسهل عليك الدنيا ما يبقى عندك كل المداخل دي. عايز اقول لك كنت مع الماك بوك مستحيل اوصل اي حاجه خلاص بيو اس بي اي، ما فيهوش اصلا الاوبشن ده. اي حاجه بقى فلاشات عندي مثلا او اي حاجه بتتوصل بيو اس بي اي كنت خلاص ما اعرفش استخدمها، محتاج بقى جهاز خارجي اوصله بالتايب سي الموجود في اللابتوب هنا عشان اعرف اشغل اي حاجه يو اس بي اي، فاهم اللفه بنت اللذينه دي؟ هنا بقى مفيش الكلام ده، انت عندك عادي يو اس بي اي دايركت عادي توصله كده يا باشا ويشتغل عادي فلاشاتك بقى وكل حاجتك. عندي ميزه مفضله جدا في اللابتوب ده الصراحه، بس هي تبان تافهه الى حد ما بس انا بحبها جدا، وهي ان الكيبورد هنا ار جي بي تقدر تتحكم فيها حرفيا من الابلكيشن هنا، تتحكم في باترن الالوان نفسه من الابلكيشن عادي جدا. بس للامانه يعني الار جي بي اللي هنا ده ضعيف جدا ما بيتشافش فعلا لو انت في اضاءه قويه، فاهم؟ لازم تكون في حته اضاءتها خافته الى حد ما عشان يبان، بس عامه كويس انه موجود. انا بحب الار جي بي جدا عامه وباين عامه على الاستوديو والالوان والحاجات دي كلها، بحب الحوارات دي جدا بحسها لذيذه. واللي عاجبني اكتر ان هي في لابتوب بيزك، فاهم؟ اللي هو لابتوب ما فيهوش بقى حوارات الجيمنج ومش عارف ايه، وفي نفس ذات الوقت عندك كيبورد ار جي بي عادي، فدي ميزه مخليها شكل اللابتوب معايا احلى الصراحه. الميزه اللي بعد كده وانا مش عارف هي رقم كام بقتش اعد خلاص يا جيمي، المهم ان اللابتوب ده هو واحد من اقوى اللابتوبات اللي ممكن تستخدمها او تشتريها، ودي حته بقى عارف انت اللي هو امان بقى يا باشا، انت دفعت فلوس في لابتوب انا عايز لابتوب يعيش، اسمح لي بقى اقدم لك اللابتوب ده وهو جاي بالميليتري جريد. الميليتري جريد دي حرفيا
حرفيا شهاده ما بياخدهاش اللابتوب الا اذا ما يمر بخمس خطوات مهمه جدا، خمس اختبارات، اولهم الشوك تيست ان هم بيمسكوا اللابتوب ده يقوموا رازعينه كده. والله طلع بيستحمل الصدمات والحاجات دي تمام، ادي عدى من اول اختبار. ثاني اختبار اختبار الفايبريشن، انا مش عارف بيختبروها ازاي بس يعني تقريبا بيقعدوا يهزهزوا فيه كتير جدا بقاله ولا حاجه فاهم. والله استحمل والاجزاء اللي جوه ما حصلهاش مشاكل وبتاع، ادي كده نجحنا في الاختبار الثاني. ثالث اختبار بقى ان هم يستخدموه على ارتفاعات عاليه جدا، ظروف ضغط جوي مختلف بقى وحاجات من دي، وقشطه لما بيعدي منها برده بياخد نقطه. واخر اختبارين طبعا في درجه حراره عاليه جدا وفي درجه حراره واطيه جدا، فاللابتوب ده انت لو رحت بيه روسيا شغال معاك عادي جدا، حطيته في الفريزر هيشتغل معاك عادي جدا، حطيته في الثلاجه الدنيا تمام معاك عادي، مش عارف هتحطه في الثلاجه ليه بس تمام يعني. والله رحت دبي بقى ولا الخليج عامه يعني وقعدت في الصحراء وبتشتغل عليه زي الفل، مش مشكله، مش هقول لك انا عايز ابرد مثلا ولا حاجه، لا هو بيشتغل تحت درجات الحراره العاليه عادي. ميزه زي دي الصراحه تديك امان ابن لذينة ان انت تدفع الفلوس يا باشا وانت مطمن. واقول لك بقى على حاجه تطمنك اكتر، زيه زي تقريبا كل لابتوبات ايسوس بيجي معاه ال 1 year perfect warranty اللي هو ضمان سنه من ايسوس ضد عيوب استخدامك انت، مش عيوب صناعته هو، لا عيوب استخدامك انت، اللي هو والله مثلا انت مثلا في خلال السنه دي كسرت الشاشه، تروح لهم تقول لهم يا باشا صلحوا لي الشاشه يصلحوها لك على حسابهم عادي من غير ما تدفع اي فلوس، بس بشرط حاجه واحده لمده سنه فاهم. بس الفكره الجامده في حاجه ان هم يعملوا كده، هم ضامنين خامه اللابتوب جد، ضامنين الماتيريالز اللي مستخدمينها، عارفين ان مش سهل ان الشاشه تتكسر او ان الزرار يتكسر او ان حاجه فيه تبوظ فاهم. حاجه زي كده امان ابن لذينة الصراحه انك تشتري اللابتوب ده. ده غير بقى ميزه جامده جدا وهو انه بيتفتح 180 درجه حرفيا زي ما انت شايف كده، قوي جدا، مفصلات قويه جدا هنا تقدر تثبتها في اي لحظه او في اي مكان انت عايزه فاهم. مفصلات قويه بنت لذينة الصراحه، بيقفلش كده ولا بتترمي ولا حاجه، لا الدنيا ماسكه نفسها كده وقويه، لذيذ جدا الحوار ده برده. مش زي الماك بوك بيتفتح لحد 100 درجه تقريبا ولا حاجه وخلاص مش قادر يكمل بعد كده، لو كمل هيتكسر حرفيا. ولما تيجي مثلا عايز تقفله ولا حاجه بص كده هو بيقفل لوحده، ما فيهوش الحته ان هو ماسك نفسه كده، مفصلاته مش قويه فعلا زي ده خالص، فرق شاسع بين الاثنين بجد يعني. بص ده كده مثلا تيجي عند الاخر كده تلاقيه ماسك نفسه كده واللي هو يلا لسه فيها متانه فاهم، اخر حته بس الصغيره دي لو جبته عندها كده يبدا يقف. وعلى الرغم من كل المميزات دي اللي تخليه حرفيا احسن من اي ماك بوك اير قدامه حرفيا بسعره، حتى لو الام 3 اللي لسه نازل، بس في حبين الصراحه عايز اقول لك عليهم. اول حاجه ان حوار البروسيسور اللي جاي بميموريت ارم 64 ده مخلي بعض الابلكيشنز ما بتشتغلش هنا على اللابتوب، وما اقول لك بعض فهم عايز اقول لك اقليه جدا يعني، وهم عامه شغالين مع كل الشركات تقريبا ان هم يعملوا نسخه تشتغل عليه عادي جدا بجد، كل فتره ابلكيشنز اكتر بتتضاف. عايز اقول لك على حاجه تطمنك يعني لحد ما، انا تقريبا كل الابلكيشنز اللي انا بستخدمها هي شغاله هنا عادي فاهم، فلما بقول لك بعض ده اللي ممكن ابلكيشنز نادره انت ما بتستخدمهاش اصلا. طيب تتاكد ازاي بقى؟ تقول لي حكيم يعني انا هشتريه على عمايه كده، معرفش بقى الابلكيشنز هتشتغل عليه ولا لا، اقول لك يا معلم الموضوع سهل جدا، في ويب سايت هحطه لك تحت في الديسكربشن دلوقتي هتخش عليه تعرف البرامج اللي بتستخدمها دي شغاله هنا ولا لسه، ولو لسه فانا بقول لك انها هتضاف يعني خلال الشهور الجايه عادي فاهم. هم عاملين تعاونات كتيره دلوقتي مع اغلب الشركات اللي بتعمل سوفت وير وكده بحيث ان كل الابلكيشنز تشتغل هنا على اللابتوب عادي جدا. تاني حاجه برده ليها علاقه بالموضوع ده ان الرامات هنا ما بتعرفش تزيد، انت لو عايز تزود الرامات مش هتعرف، بس الجامد الصراحه ان هم معوضين الحوار ده وعاملين لك اصلا النسخه البيزك من 32 جيجا بايت رام فاهم. فما اظنش انك هتجيب لابتوب زي ده محتاج حاجه مثلا اكتر من 32 جيجا، خصوصا ان ده مش لابتوب جيمنج ولا لابتوب مونتاج ولا جرافيكس ولا مش عارف ايه فاهم، لابتوب للاستخدام ده 32 جيجا زياده اصلا على اللي انت محتاجه، فعشان كده بقول لك هي عيب بس الصراحه يعني مش هتحتاج ان انت تزود. طيب بعد ما اتكلمنا عن كل مميزاته وعيوبه، سعر اللابتوب ده كام بقى؟ بص اسلي، حتى هذه اللحظه اللابتوب ما تمش تسعيره رسمي في مصر، بس هو المفروض ان هو هيكون في حدود ال 1200 دولار. كام بقى بالمصري بالظبط انا لسه ما اعرفش، لو عرفت اكتبه لك هنا في المونتاج كده عادي في اي حته في الشاشه، او اكتبه لك تحت في الكومنت الموجود تحت الفيديو ده على طول، اقول لك سعره يعني الرسمي في مصر، ولينك الشراء بتاعه كده هتلاقيه تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، اول ما نزل الفيديو ده هينزل معاه اللينك، خش يا باشا شوف سعره كام واشتريه عادي جدا براحتك. طب مين يشتري اللابتوب ده حكيم؟ بص يا سيدي، لابتوب زي ده الصراحه انا بقولك انا عشت معاه فاهم، جهزت سكريبت الفيديو ومنتجت وقعدت اتفرج على فيديوهات ومش عارف ايه وافلام وحاجات كتير على اللابتوب هنا، عدلت الوان الفيديوهات نفسها، عملت حاجات على الفوتوشوب هنا على اللابتوب، اللي هو انا مريت بكل المراحل اللي انا ممكن كصانع محتوى مر بيها عادي مع اللابتوب ده، ونجح في كله وخارج طول اليوم بيه وهكذا. هو يصلح لناس كتيره جدا عامه يعني، مش شرط اللي هو بقولك ان هو لابتوب بيزنس بس يعني، بس زي ما قلت لك هو مش موجه للجيمنج، مش موجه للمونتاج وصناعه المحتوى وهكذا، ولكن لو احتجته هيأدي فاهم. وبس كده يا جماعه، شكرا لكم، شوفوا الله يشرفكم كبير، ولكم اخر فيديو جديد، بيس.